مكسرين بالجرس ولا ايه؟ بس اخرسي خالص اسكتي بقى. اهلا يا حماده. لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل. اتفضل فين؟ ده لا عايز حاجه؟ اتفضل خش جوه. انا مش عايز اعمل مشاكل بس عليه. مفيش مشاكل ولا حاجه. شو بيكون جاميك؟ اشكرك انك جبت لي الشنطه بتاعتي ده. ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجه اسمها نو. سيبك من البرطبه ده. بتتكلم ولا بتعمل ايه؟ المفروض ان انا مديره اعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشه دوشه دوشه. ده ما بتعبرنيش حتى بالناس. ده عين وحق جالي اللي ده عين. انت تتحرش بيا؟ نمتوش با اسباس دو كرابول. ولا يهمك ولا يهمك. سيبك من البرطمه دي. فين الشنطه؟ هيا يا باشا الشنطه. الله يخليك. مش عارف اقول لك دي مهمه جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي السنة. حاضر يا باشا. هتأتي فيها حياتي. معرفش دي ايه. يا خبر ابيض. دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذه يا ناس. معلش معرفش هو انت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذه يا باشا. حطها برفق مش كده. تأمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة دي واحدة. تعالى تعالى إيه؟ بس تعالى خد 500 جنيه دول. أعمل بيهم أجيب بيهم إيه؟ لا ده حلاوة إنك جبت لي الشنطة دي. لا والله. آه والله. حلاوة الشنطة؟ أيوة. ده نفسي تضيع وأجيب لك تاني. مروة. عفوا يا ريس. وناديل. عفوا يا حسين. ناجي. مساء الفل حمادة. بس انا فهمت طلبكم. خدوا الارداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مسيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ستي الضلمه ستاره. ابيض في النور ومفيش حاجه هتبان. لا يا عم ناجي احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا احلى. اسمعي بس يا بنت انا بظبطك. لا لا احنا كده احلى. الحق عليا لو عاوز اعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي. حبيبي حماده وحشني يا عزيز. ايه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت اه. خفت. اه خفت. تعبت. جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. ده حقيقي يا عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم ناجي احمد ربنا يا عم. انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الرصيف. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه اسمع بني. انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه. مبهره مبهره. الرياضه يا ناجي. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه ايه بقى؟ ملائكي. اه تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا الازازه هي يا سيدي. مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. اه او المصحف نفس اليوم. يعني نفس اليوم والله. نفس اليوم. يلا صباح الفل يا راجل بقى. تصدق على فكره البنات كان عندها حق. انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ وميل وكتب منديل. ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى القرف ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت. انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني. انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله. اقعد اقعد. ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش. بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه كلاب. ايوه بالظبط لسه كلاب. عارفه. برافو
عليك. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. عشان بقى ايه تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رايك ولا فيها اي حاجه زياده عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة نورماندي تو تربتة تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بصي بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش بقى بتحبنا من 28 سنة؟ ما أديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية مش لاقيين شغل، قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. الله يرحم أيام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. أقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات أنا؟ أقول بقى كده، قول اللي أنت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب أنا أحلها. تمام، اللي أنت شايفه يا حماد أعماله. صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة بصي. اللهم صل عليك يا نبي. والله وبور بتاع نجيلة فجأة اتحولتي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ اسمي يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ستي. يلا ناخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبك بجنبك. بقول لك الحاس بالبيت هيقع. الله يكرمك. الحاس بالبيت خرجني. ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق يا باني. مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس. معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? الحمد لله. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاها. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ يا فندم هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي يبقوا هما اللي معايا على طول. حاضر يا فندم انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذن محمد حسين. اجيبه منين دلوقتي محمد حسين؟ اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه. بقوا اصحابي امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى. يا جرح اتفضلي يا حاجه اتفضلي اتفضلي. واتبدلت الاحوال
الو الو صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاج. يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه. يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، الدوليه يا ليله الابد. حاجه ايه يا حاج؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه طقس. فاضي ده. يلا يا حاج انزلي انزلي. يلا يومك يا حاج، وديني مدينه طقس. هتعمل ايه في مدينه طقس؟ رح تمسحي هناك. بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس الحقاد. يا ولا عباس الحقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش الحقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي يلا. توك توك انا هوريك التوك توك ده يا عين امك. وريني يا عين خالتك. هتعملي ايه بقى؟ ايه بقى؟ انا مش عايز توديني ليه؟ بص انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا احمد، انا هوريك انا مين. الله يلا. ايه يا بنتي؟ لا ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخ. لا لا مش انت يا امان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده. دي عربيه الاستاذ ايمن مش كده؟ دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى سعادتك. اتفضل. أنا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وأنا كمان حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت زياس الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين زي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركن. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده يا بني آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدش بالي خالص والله. بتاعت الاوتيل قصدي. حقك عليا. لا ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر. خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته بتنتهي امبارح ويجي هو النهاردة؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب وانت هتدوني البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماد. عجبتك؟ عجبتك؟ عجبتني ايه؟ دي ريحه مهببه دي. هو انت غسلت العربيه بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربيه، غسلتها بحاجه مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده انت بتعيط ليه؟ لا انا بس فرحان بالوظيفه. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حماده ده؟ ايه الريحه؟ ايه الريحه الفظيعه دي؟ لا يا استاذ، الظاهر غسلت العربيه بصابون ريحته مش كويسه.